قصص عربية. الطبق الذهبي. في يوم من الأيام، في مكان يدعى سيري، جاء بائع أوعية وأواني وحلي يدوية الصنع، ولأن بضاعتهما متشابهة أخذ يفكران كيف يبيعاها في نفس القرية ويربحا منها. يا صندار، كيف سنبيع نفس الشيء لنفس الشخص؟ إذا اشترى منك فلما سيشتري مني؟ هل تسمحان لي؟ فلدي فكرة، لما لا تقسمان المدينة نصفين؟ أنت تبيع بضاعتك في النصف وأنت الآخر، وعندما تنتهي من مكانكما يمكنكما أن تتبادل الأماكن. هذه فكرة رائعة، شكراً على مساعدتنا. وهكذا بدأ مهش وصندار طريقيهما، وأخذ يناديان على السكان: معي أواني، معي أواني، اشتروا الحلي اللامعة. وعلى مقربة سمعت فتاة صغيرة نداء البائع، فأسرعت إلى الداخل لتخبر جدتها: جدتي، شخص يبيع الحلي، أريد سواراً أرجوك. يا صغيرتي، كنت أتمنى، ولكن ليس لدي نقود، فكيف أشتريه؟ يمكننا أن نبيع هذا الطبق القبيح. ياه، هذا الشيء، إنه مغطى بالسواد، من سيبادل هذا الشيء بسوار؟ أوه، لنجرب، أرجوك. حسناً، لنجرب. اقترب مهش من منزل الفتاة الصغيرة. أجل، هنا، أريد سواراً. رأى مهش ملابس الفتاة الممزقة، فقرر أن يتجاهلها. لا تهدري الوقت يا فتاة، إنها غالية. لكن عليك أن تخبرني بالسعر، صحيح؟ حسناً، 4 عملات، أعطيني إياها واشتريها. 4؟ إننا آسفتان، ليس لدينا نقود لك، لكن إذا دخلت عندنا يمكنني أن أبادلك بشيء. حسناً، لكن سريعاً، فعلي أن أبيع أشيائي لمن معه نقود لها. كان حال المنزل سيئاً، فالجدران متآكلة، والسقف مليء بالثقوب، والفئران منتشرة في كل مكان. ماذا؟ بيت فقير، ماذا يمكنهما أن يعرضا؟ فئران؟ سيدي، ليس لدي إلا هذا الطبق الملطخ، حفيدتي تريد السوار، أرجوك أن تقبل. إنه قبيح، كيف غطي بكل هذا الرماد؟ سأدعكه لعله نحاس. دعكه مهش وأزال الرماد، فظهر جزء لامع من الطبق. ماذا؟ كان طبقا ذهبيا. ما الأمر؟ أهناك خطأ؟ أستشتريه؟ كان مهش رجلا طماعا، فأخذ يفكر: إنه من الذهب، قد يساوي 10,000، سأنصرف وأعود ثانية، سيقتنعان أنه بلا قيمة، وقد آخذه مجانا أيضا. كنت أفكر كيف تعرضين مثل هذا الطبق علي، إنه لا يساوي وبلا قيمة ولا أريده. أرجوك لا ترفض، هذا سوف يحطم قلب حفيدتي، ماذا نفعل لنحصل على سوار واحد؟ سوار واحد؟ هذا الشيء البغيض لا يساوي حتى نصف سوار. أضعت وقتا طويلا وسأنصرف. إنه وقح، لا أريد شيئا. اختفى مهش في السوق.
وجاء صندار ليجرب حظه في نفس المكان. أواني وأوعية وحلي، أواني وأوعية وحلي. أهلاً يا فتاة، أتشترين شيئاً؟ ليس لدي نقود لأشتري شيئاً. أوه، سوف نجد حلاً. لا تحزني، لنفعل شيئاً. أخبريني بما لديك وأنا سأبادله معك. حسناً. حسناً، أريد سواراً ولكن ليس مجاناً. سأعطيك طبقاً قديماً، أتريد أن تراه؟ بالطبع، وإلا كيف سنتفق؟ لا أعلم إن كان سيفيدك، لكن ها هو. عرف صندار أن الطبق ليس له قيمة، ولكنه كان رجلاً أميناً وكريماً ولم يرد أن يحطم قلب الفتاة، وقرر بالفعل مبادلة الصوار بالطبق القديم. وحتى تبدو الصفقة حقيقية، قرر أن يفحص الطبق أولاً. حسناً، سأزيل هذا الرماد الأسود. ماذا؟ إنه طبق ذهبي سيدتي، إنه يساوي أكثر من كل ما لدي، يساوي ألافاً. ليس لدي ما يكفي. أوه، حقاً؟ أنا امرأة عجوز ولا أفهم في أمر المال، وتبدو أميناً وطيباً. لما لا تأخذ هذا وتعطي حفيدتي سواراً؟ سوار؟ يمكنك الحصول على 1000 سوار. انتظري، سأعطيك كل الأوعية والأواني والحلي وكل عملة لدي مقابل الطبق، لكن فضلاً سأترك 8 عملات لعبور النهر وميزاني بغطائه لأضع فيه الطبق الذهبي. شعرت السيدة العجوز بالسعادة، فقد أصبح لديها أواني وأوعية خزفية، وأصبح لحفيدتها حلي براقة. لوح بسعادة إلى صندار، وشعر صندار بسعادة لحصوله على الطبق، وأدرك أن حياته ستتغير إلى الأفضل. وعلى مقربة منه كان مهش يفكر في نفس الأمر، ولكنه لا يعلم أن أحلامه قد تبخرت. ذهب، سأصبح غنياً. أنا واثق أن العجوز قد فقدت أملها وستعطيني الطبق الذهبي مجاناً. يا لي من بائع ماهر. كنت أعلم أنكما ستنتظراني. حسناً، بدلت رأيي. لن أترك فتاة حزينة، سأشتري الذهب، أعني الطبق الأسود القبيح، ولكن لن أعطيك السوار. سأفكر. فيما ستفكر؟ لا نحتاج شيئاً منك، لقد بعنا بالفعل طبقنا الذهبي لبائع حكيم وأمين. ماذا؟ أين؟ كيف؟ من؟ أنت رجل وقح وجئت متأخراً أيضاً. لقد أعطانا كل ما يملك عدا 8 عملات وميزانه. مؤكد أنه قد عبر النهر. ماذا؟ لا، نقودي. كانت الفتاة محقة، فقد تأخر مهش بالفعل، وكان صندار قد عبر النهر. انفجر مهش غاضباً وظل يقفز لأعلى ويلوح في الهواء، وقد ملأه الحقد على صندار وظل يصرخ، ولكن صندار كان بعيداً ولم يسمع كلمة. عود على الفور، إنها نقودي. يا إنه مهش، إنه يقفز بحماس ويلوح لي. قد يكون علم بالأمر، إنه سعيد من أجلي. ياه، شكراً، وأنا سعيد. إلى اللقاء. نقودي. ذهب صندار، وجلس مهش على الشاطئ يندم على فعله.
لو لم يكن طماعاً لأصبح الطبق الذهبي ملكه. تذكروا، الأمانة سر النجاح.